جدد لكم التحية والترحاب مشاهدي الكرام إنما كنتم، وهذه المرة الحديث سيكون إن شاء الله تعالى عبر اتصال مرئي عن الدراسة البحثية حول الابتزاز الإلكتروني في المجتمع. هذه الدراسة مشاهدي الكرام التي أوصت بضرورة تكثيف الحملات التوعوية للشباب وأيضا كيفية التصرف عند الوقوع في الابتزاز الإلكتروني. التفاصيل وغيرها بوجود الدكتورة حفيظة بن سليمان البراشدية، مديرة مركز إبداعات رقمية للبحوث متعددة القطاعات. مرحبا وسهلا دكتورة، وحنا سعداء جدا بوجودك اليوم معنا عبر هذا الاتصال المرئي في برنامج قهوة الصباح، وبارك الله أيضا كل هذه الجهود وكل هذه العطاءات. صباح الخير. صباح النور أخي سيف. صباح النور أخي سيف وأختي حوراء، شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة اليوم والتي أتاحت لي الفرصة لإيصال نتائج الدراسات التي قمنا بها للجمهور، وهذا هو الحقيقة الهدف الرئيسي من إجراء البحوث، هو أن تصل نتائجها للمستهدفين وللجمهور بشكل عام. نعم، شكرا لكم جزيلا على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا مرة أخرى دكتورة. يعني اليوم سنتحدث عن الابتزاز الإلكتروني، ظاهرة منتشرة أيضا في كل أنحاء العالم. هنا نعرف المشاهد الكريم عن هذا الابتزاز وأيضا مخاطر الابتزاز على الفرد والمجتمع. أختي حمراء، حقيقة القانون العماني لجرائم المعلومات، جرائم تقنية المعلومات وتحديدا في المادة 18 منه، عرف الابتزاز الإلكتروني بأنه تهديد شخص أو ابتزازه للقيام بفعل ما أو الامتناع عن القيام بفعل مشروع، وهي حقيقة جريمة يعاقب عليها القانون. فوفقا لهذا القانون يعاقب المبتز بالغرامة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات، والغرامة بمبلغ لا يقل عن 1000 ولا يزيد عن 3000، أو بكلا العقوبتين. ولكن إذا انطوى فعل تهديد على تهديد بجريمة أو جناية أو القيام بفعل مخالف للآداب، فإن هذه العقوبة مستواها يزيد، بحيث أن العقوبة تكون بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، والغرامة بمبلغ لا يقل عن 3000 ولا يزيد عن 10000. يعني أيضا الابتزاز يأخذ أشكال متعددة ويأخذ مراحل ويمر بمراحل متعددة، ويظهر تستخدم فيه وسائل تكنولوجية متعددة. نعم جميل. ومن أبرز أشكال الابتزاز هي ابتزاز فتاة لشاب، أو ابتزاز فتاة لفتاة أخرى، أو ابتزاز شاب لفتاة أو شاب لشاب آخر. نعم جميل. نوضح. طيب دكتورة، يعني أنا دكتورة أيضا في المحور القادم، يعني سؤالي فيما يتعلق أيضا بهذه الدراسة البحثية حول الابتزاز الإلكتروني في المجتمع، لماذا أوصت تحديدا هذه الدراسة على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية للشباب في مختلف المؤسسات التربوية حول الابتزاز الإلكتروني تحديدا دكتورة؟ طبعا لانه اهم من النتائج التي ظهرت من خلال هذه الدراسه انه فئه طلبه الجامعات والكليات هم وطلبه المدارس في مرحله التعليم ما بعد الاساسي، هذه الفتره هي اكثر الفئات عرضه للابتزاز، وبالتالي فان اجراء حملات توعيه مكثفه لهؤلاء الشباب في المؤسسات التربويه سيكون ذو فائده وقيمه عاليه، وذلك لان حملات التوعيه تتميز بانها لديها القدرة على الوصول السريع إلى الفئة المستهدفة وإيصال الرسالة التوعوية التي يودون إيصالها بطرق ووسائل متعددة، وكذلك إشراك الجمهور نفسه في هذه الحملات بحيث يكونوا دورهم دور رئيسي وليس دور ثانوي، بحيث أنهم يحكوا لغيرهم من أقرانهم التجارب والخبرات والقصص التي سمعوها حول الابتزاز الإلكتروني، كيف بدأ وكيف انتشر وما هي النهاية التي وصل إليها الضحية عندما لم يقم بالتبليغ مبكرا وطلب المساعدة لحل هذه المشكلة. نعم. طيب دكتورة هنا، نعم دكتورة هنا نتحدث عن أيضا يعني والعمل الفريق الذي يعمل فيها يعمل بشكل متعاون.
طيب دكتورة، هنا نتحدث عن تفاصيل هذه الدراسة البحثية وأيضا الإجراءات التي تم تطبيقها للتوصل إلى استراتيجية، يمكن أيضا تطبيق هذه الاستراتيجية في المؤسسات التربوية للحد من الابتزاز الإلكتروني للأطفال وأيضا المراهقين والشباب. جميل جدا. في البداية طبعا لما قمنا بهذه التجربة قمنا بمراجعة جميع الدراسات السابقة التي أجريت حول موضوع الابتزاز محليا وإقليميا ودوليا. والحقيقة هنا تبدو الإشارة أنه الدراسات مثل هذا النوع من القضايا يعني تعاني من الندرة ليس في السلطنة فقط وإنما على مستوى دول الخليج والدول العربية. بعد ذلك قمنا بتجهيز الأدوات التي نحتاجها لجمع المعلومات، وقد ارتئينا في هذه الدراسة أنه نحتاج إلى جمع أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول عمليات الابتزاز الإلكتروني التي تمت في السلطنة حتى نستطيع تجهيز خطة إجرائية واستراتيجيات مقترحة بشكل جيد للحد ومكافحة هذه الظاهرة. بعد ذلك قمنا بتطبيق الأدوات، فبداية قمنا بإجراء مقابلات فردية استضفنا فيها عدد كبير جدا من الخبراء في مجال أدب المعلومات ومن الأشخاص الذين لديهم باع طويل في معالجة قضايا الابتزاز، وأخذنا منهم بيانات جدا متعمقة عن حالات وقصص كثيرة جدا عن الابتزاز الإلكتروني تمت في السلطنة. بعد ذلك جرينا مجموعات أو مناقشات وجلسات للمجموعات البؤرية استضفنا فيها جميع هؤلاء الخبراء الذين اجرينا معهم المقابلات الفرديه، وقمنا بمناقشه عده نقاط هي تقديرهم لمدى او نسبه انتشار الابتزاز الالكتروني في السلطنه، كذلك من هي الفئه الاكثر عرضه لهذا النوع من الابتزاز، وما هي الوسائل والاساليب والطرق التقنيه التي يستخدمها المبتزون، وما هي الاثار المترتبه على الابتزاز الالكتروني سواء على الفرد وعلى المجتمع، وما هي الاستراتيجيات الفعاله في مكافحه الابتزاز. أخيرا ارتئينا أنه لا بد من إشراك الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس، فأيضا قمنا بمقابلات جماعية استضفنا فيها عدد كبير من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وناقشنا معهم نفس القضايا لنعقد مقارنة ما بين الخبراء في مجال أمن المعلومات ومن لديهم تجارب وخبرات طويلة في علاج حالات ابتزاز، وأيضا الأخصائيين الذين لديهم خبرة في معالجة ومكافحة الابتزاز في المدارس. نعم جميل. بحيث أن توصلنا إلى خطة إجرائية، والجدير بالذكر هنا أن الخطة الإجرائية التي وضعناها يجب أن تشترك فيها جميع الوزارات المعنية والجهات الرسمية المعنية مثل وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، شرطة عمان السلطانية، هيئة الاتصالات، هيئة تقنية المعلومات، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الإهلية. نعم جميل. طيب الدكتورة حفيظة، أيضا ضمن التوصيات التي أوصت بها هذه الدراسة البحثية هو إعداد دليل إرشادي لمكافحة الابتزاز الإلكتروني أيضا يوزع للشباب في مختلف المؤسسات التربوية، يعني من خلالك نتعرف على ما يتضمن هذا الدليل الذي أوصيتم أساسا بإعداده. جميل جدا. الدليل هذا هو الهدف منه يعني إيصال قضايا أمن المعلومات بشكل كبير وتأسيس الأجيال الجديدة على الاهتمام بموضوعات أمن المعلومات عند استخدام الإنترنت، عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه جميع الدراسات التي تناولت الابتزاز بينت أنه من الأسباب الرئيسية للابتزاز هو الاستخدام المفرط والغير واعي لوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الأجهزة الإلكترونية. هذه الأجهزة الإلكترونية مزودة بالكثير من التقنيات الحديثة، بالكاميرات، بالاتصال المستمر بشبكة الإنترنت، فيتعرض المستخدم للهاكر، يتعرض لسرقة البيانات، هو نفسه قد يسيء استخدام البيانات فيعرض بياناته الشخصية، صوره الشخصية، معلومات حساسة جدا عنه، يصبح فريسة سهلة في أيدي المبتزين. فالدليل هذا يفترض أن يناقش عدة أمور، أهمها قضايا أمن المعلومات، كيف أحمي خصوصيتي عند استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. أيضا النقطة الثانية هو التعريف بما هو الابتزاز الإلكتروني، فالبعض لا يعرف أن الابتزاز الإلكتروني هو جريمة يعاقب عليها القانون، وبالتالي هم لما يتعرضوا للابتزاز لا يبادروا في الإبلاغ عن المبتز، يظنوا أن الخطأ منهم هم نفسهم، وبالتالي يصبح لديهم نوع من الشعور بالإثم والعار
ويعني يتجنب الإبلاغ عن هذه المشكلة، وهذا ما يجعلها تزيد وتدخل في جرائم أخرى للأسف. فالدليل هذا يوضح ما هو الابتزاز وما هي عقوباته وما هي الآثار وما هي الوسائل والسبل لإبلاغ عن حالات التعرض للتنمر، وما هي الأساليب التقنية التي يستخدمها المتنمرين. فمثلا من الأساليب التي يستخدمها المتنمرين هي إرسال طلب صداقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نعلم أبنائنا أنه عندما تأتيك طلب صداقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تستجيب من شخص لا تعرفه، من شخص غريب، تضع في اعتبارك أنه ربما يكون شخص مبتز أو شخص متصيد. قضايا كثيرة يجب أن تناقش في هذا الدليل وتوضح بالتفصيل لطلبتنا في المدارس وفي الجامعات والكليات، حتى يكونوا في معرفة كافية ووعي كافي بموضوع الابتزاز. فمن النتائج أيضا اللي ظهرت من خلال دراستنا أن المشاركين في الدراسة قالوا أن 60% من الشباب العماني ليس لديهم الوعي الكافي بقضايا الابتزاز وأساليبه وطرقه وأشكاله. وأيضا 80% من المشاركين بيّنوا أن الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة في التوعية بالابتزاز الإلكتروني لا زالت جهود متفرقة وغير منظمة. فوجود مثل هذا الدليل الذي يعني ينظم بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بموضوع الابتزاز سوف يعطي رؤية واضحة ومعلومات شاملة وكافية للشباب، وإن شاء الله تكون سند وعون لهم في المحاولة ومكافحة التعرض للابتزاز الإلكتروني ونقل هذه الخبرات أيضا لزملائهم وأهلهم في المجتمع. نعم، شكرا لك يا دكتورة حفيظة بنت سليمان البراشدية، مديرة مركز إبداعات رقمية للبحوث متعددة القطاعات. نتمنى بالفعل أن هذه الحملات أيضا التوعوية تساهم في الحد من الابتزاز الإلكتروني هنا في للأطفال وأيضا الشباب والمراهقين. وبهذا نصل إلى ختام برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم الأعماق على لطيف المتابعة. أكيد الملتقى يتجدد يوم غد مع محطة ومساحات ومتابعات مختلفة ومستمرة. كونوا بخير ونلتقيكم في الغد في أمان الله. إذن مشاهدينا، نتمنى لكم دائما نهار سعيد ولطيف بإذن الله، تقضوا برفقة الأهل والأصدقاء. ملتقانا إن شاء الله سيتجدد غدا. إلى اللقاء.